سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سي محمد. فضلي يا فتحية، من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة، استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سي محمد، نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية، أنا بدي أقولك إني واخد على خاطري منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ إزاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزاحي شوية يا فتحية. آه يا عفريتة، آه يا محتالة، آه يا بتاعت جوز ولا فرد، بتضايقيني وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة إني بفكر أصفح عنك. صدقني يا سي محمد، غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني، وبسهر طول الليل ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية إنك هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك؟ طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد، سامحني. زيدي في البكا والاسى لاجل اصفح عنك. اصفح عني يا سي محمد، اصفح عني، سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية إن بكد وبكدح في الشغل، وساعات كتير بتعور لكن ما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة، لا نكلم حد ولا نكلم حد، ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجعي يا فتحية؟ ما احبش اشوفك كده، عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الايام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله، والدنيا على كده وكده، واللي يدوق الأسوأ يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. ازيك يا نادية؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقة من حاجة؟ أيوة أنت مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا يا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلت لك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قول لي عايز مني إيه وأنا أعمله لك. قلت لك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟ وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في إيه؟ مش مسألة مش عاجبني، بس بص حواليكي، إحنا بقينا في السبعينات يا نادية، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاير يبقى هو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا ناديه. يعني مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللفه بتاعت زمان. أوه نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر،
كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمع احمد عدويه. او نو نو ايه وبتاع ايه، بقولك عيش السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي هوريكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبخ رصانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادر. أي حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبدا. إيه ده، بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. الله كده برضه يا قمر تصاحبني عالصار كده. يا كيكو، ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطه، قول له بقى السهر النهارده صباحي. ها ما يقوليش ساعه ويخلع، انا عارفه بياخد شبشب في البيت. يا ولا يا ولا، الجواز ده عايز رجاله. قول كيكو، هننزل مع اصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعة يعني ولا حاجة. تنزل؟ سوري؟ ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. ايوه قعدت اقول لهم انا نازل بس قشطة، فاكس اتحرقوا تحت في الشمس. انزل ايه وبتاعي؟ بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشلة انا يعني ان شاء الله هقطعه ان شاء الله، ما تحطيش بالك. لا انزل قال. ايوه وليد، لا سوري يا معلم مش هنزل، لا 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 ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا 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 فاكس بقى يا معلم. قشطه، ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا باي. بتعمل ايه؟ نعم بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفينج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح، سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نسي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ اشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. ايه ده، عايز اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ فين قسط العين السخنه؟ نعم قسط العين السخنه فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اوكي اوكي، مبروك يا روحي مبروك. انا بس ال مدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشليم باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حاطه قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش يعني، يعني انت مستعجله ليه على العين السخن؟ مستعجله ليه؟ علشان يرمين استلم الشليم بتاعها امبارح وانا رايح صيفي مع صحابي، يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده، يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده ايه ده، ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟ ما انا قلت بعد بكره. اعمل ايه؟ ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. ظروف ولا خليني النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه؟ انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا، عشان السي في بتاعي هقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح صح صح، سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء.
انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ واحنا اصلا بناكل تيكاوي. انا ممكن اطلب طلب؟ انا عايز اتطلق. لا 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 ده انا بهزر يا عبيطه. وفي راجل انا عايز اتطلق؟ خلاص اهدي. بقول لك يا حبيبتي ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع. انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. يعني ازاي؟ اهدي هو هيلم. انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم. استغفر الله العظيم اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام. تصبح على خير. تنام ازاي يعني؟ انام في ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان؟ لا دي لا بقى. انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هما اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي. اسمه ايه؟ انا؟ ايوه. لا مش قادره اصدق والله العظيم. ثلاثه انا بقيت كتير ما ضحكتش من قلبي كده. لا انا ضحكتي. هاتي كاكا. انا عندي بوز. انت موهومه. انت اسمك الشارع كله بيقول عليكي كوكو بوز. اسمعي كلامي. اسال ده انت مشهوره. كوكو بوز. اهو قفش. ايه ده بيطول؟ انت بتطولي ليه؟ ده بيلف عليا. نهار اسود يا فلاني. عم ابراهيم بواب الحق. كوكو بوز هتموتني بوزه. موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكه. عيب يا باشا. وانا اول مره يعني يا باشا. ما يلا بقى يا مرشدي الصرخه هتنشف. طب بالاذن يا باشا كده علشان الزبون استعوان. يلا سلام. لا مؤاخذه كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجه. مساء الخير. يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك. نورتنا يا باشا والله. مبلتك حلوه ومحلك جميل. ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك. لا والله ده انا مش مصدق نفسي. ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا ايه؟ لا لا بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملايه. عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. في مشاكل ولا حاجه؟ لا مفيش حاجه. ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا ده؟ لا ان شاء الله ستر. ستر؟ بقالي فترة اسبوعين ما حلقتوش. مش قادر اقول لك مش عارف اقفل القميص. فعايزك تهندمهولي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف. ولا انت تقريبا ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع. يعني مش انت الوحيد اللي كده؟ لا العيلة كلها. العيلة كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة. يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك ابويا الله يرحمه كان بيطلع له في كوة هنا كده يعني فتلاقيه يمشي عارف بتفيده برضه في الحر. يعني ربنا بيملي الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه بنوفر لهم. احنا تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع. خد عندك فنانين مطربين لعيبه كوره فريق السكواش بتقدروا يكلموني بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه؟ احلف لهم والله ما بايدي محدش بيصدق. بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفردهولي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيبي. انا مش عارف ابدا منين بس لا يعني. لا تبدا ايه؟ هو تعمل كده؟ لا ده ما تحطش عليه مكان. ده اثار. اعتبره اثر من الاثار. يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني. انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني قبل ما افكر هبدا منين هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري. اصل هي تعبانه شويه. معلش الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دقيقه واحده ارجوك هتعطلني كده. ايوه يا باشا لقيته.
ايه ده؟ شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزة، حاجة عظيمة. تعالى بس ما تتأخروش، وحياة النبي ما تتأخر. ها؟ لا لا بقول لك، بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس ماشي يا باشا. اكمل بس. ماشي يا باشا. لا يا باشا، ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كتبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له انا موجود يا فندم. انا موجود. لا الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل. شكرا على التعاون الجميل. لازم ده انت بلغت عني صح؟ انا بص، الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. اعمل ايه بقى؟ مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس، ربنا يديك الصحه. المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر. مش عارف ايه. خربوا بيتك. الله يخرب بيوتك. معلش اتفضل، ده لسه حسابك عند ربنا. استنى اتفضل يا باشا. اتفضل. قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه. مش عارف مقص ولا مك. يا سلام. ايه يا فكك يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي انت عبيط ولا ايه يا حضر الظابط؟ انا اللي قلت لك انا جنبه. مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطه دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين. ده انت رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان معاد الاسم. لا تحت امرك. مع السلامه. بص، برغم ان انت يعني بشع، لكن الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. كده يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل يا باشا. تشرب قهوه يا باشا عشان تهدى اعصابك يا باشا. مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده. ليا شوق كده اشرب من دمه. نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد. اسال. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحه يا محمد انا متعقد من الواد. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. انا اجرودي. انا ايه؟ اجرودي. اخلص يا محمد. انا بس اللي اقول اجرودي. حاضر يا باشا. بصراحة الواد اللي بره ده. ثواني. بسرعة. ثواني يا باشا. خش يلا. اقعد. اهلا يا عسل. منور. تشك. هات لي اهل الطلبه اللي بره بسرعه. امرك يا باشا. خش انت. هو طلب يا باشا. يا فندم ارجوك، انا بتأذي سوري يعني. ايه يا حبيبي انت؟ اهو مين اللي اذن لكم انكم تربوا شعر صدركم؟ ايه بلد سايبه يا حبيبي ولا ايه؟ محمد امرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا بسرعه. حاضر يا باشا. قدامي. وانت راجع هات لي مكوه الشعر معاك يا محمد. لا ارجوك يا فندم اتوسل اليك، الا مكوه الشعر. انا ممكن انتف شعر صدري قدام حضرتك شعرايه، بس المكوه لا. مش عايزك تجيب سيره شعر صدرك قدامي. ده بتعمل ايه انت؟ ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه انت مش عارف ان انا اجرودي هات ولا ايه؟ سوري والله، اول مره اتشرف بفتحه قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك، سامحني وخلينا أروح. عايز أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. هنا صراحة. تبقى هنا إيه؟ شفافية يا فندم.
واوعد سعادتك ان اكون مرشدك الخاص واكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قول لي يا عمرك ما اخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده هيطول؟ لا بصراحة، بس انا اسمع كانت ماما تقول لي وانا صغير روحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس انا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان جنينة الحيوانات. السؤال التاني، عمرك حصل لك اي حاجة غريبة، حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس افتكر وانا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت، افتكر ان انا سخنت جدا في الليله دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا، قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعرايه هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربت شوف عند تيتا ما كانتش بتحبي اني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شهرايا و 12 شهرايا. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين؟ خص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مرة أنا أطردي يا محمد. بلاش محمد، بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري أبوس في ايديكم. ايه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم، ايه المقاييس كوكبك انت؟ أنا ست، لكن بمقاييس كوكبنا إحنا أنا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوة بمقاييسكم، أنتوا عايزين مني إيه دلوقتي؟ آدم أموري، إحنا جايبين لك دعوة VIP لزيارة كوكبنا. وكوكبكم ده فين إن شاء الله؟ كوكب الدكورة. كوكب إيه؟ الدكورة. أنت اسمك يا أخ؟ خالد. في حاجة؟ لا مفيش حاجة. وحضرتك؟ كريم. أهلا أستاذ كريم، أمروني أنا خدامكم، في حاجة بقدر أعملها؟ بص يا آدم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك، ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت. هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي الماكو. يا لا ماكو ايه، هات ايدك يا كريم. هات خلت. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. هات يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي سيارة كريمة جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الذكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحه، انا مش فاهم اذا كنتوا رجاله ولا نسوان، كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني، انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكوا، دي حاجه بسيطه يعني، وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق، وانا عايز اعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلت الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شوية شعر نحللهم يمكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحة. هتدفعوا لي كام؟ يدفع لك كام؟ مفيش أكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هنديلك 10%. 10 ايه؟ في المية.
كده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شوية؟ كده تمام 50%. بصي انا ليه طلب تاني بقى بصراحة، ممكن اكبش لك كبشة ليك لوحدك وتديني لفة بالبتاعة دي؟ بس مش هينفع. هلف لفة حوالين النسوان ولا الرجالة اللي انا مش فاهمهم دول واديهالك تاني على طول؟ لا مش هينفع خالص. طب بالسلامة بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي. هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ اه زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عطريس هات المبشرة. مبشرة؟ ده انا مش بتلفوش راجل من ساعة ما جيت هنا. هوريك الرجولة دلوقتي. ايه هتمشوني شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكوا كلكوا. اوعى على بس استقبال. اوعى ولا انت وهي. يا نهار اسود. سيد راح فين؟ يا نهار اسود. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح. يا ليتك السودة يا ابن صبرا الصبارة. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدولة ولا البلد يعملوا كده مقبولة، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجالة ولا نسوان. خسرتك خسرتك يا ادم، يا خسرتك يا آدم. خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب. بصراحة أحسن، ده كان أوفر. كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم أصحى أسرح شعري وأسرح شعر صدري، كنت بكسف أنزل البحر. لا حول ولا قوة إلا بالله، البودرة دمرت الشباب. ما تحطش في بالك يابا، المهم انك ربيت ولادك احسن تربيه. لا يا ابني، ربنا يبارك لي فيك انت واختك، انتوا النعمه اللي اداني ربنا. بس انا صعبان عليا شباب البلد، بودره التلج دمرت اجيال. بذمتك دول المستقبل؟ دول هيبقوا مستقبل؟ البودره دمرت شبابك يا بلد. حول ولا قوه الا بالله، اللي الواحد شايفه ده. معلم عايز سندوتش معلم. بطل ده ايه ده يابا ده؟ انت مش بتسمع يقولوا واحد بيشرب بودره وواحد غرقان في البودره؟ هو ده الغرقان في البودره. ودي اخرتهم ايه دول يابا؟ سلوخات والعياذ بالله. قوم بقى غور من هنا. يلا هتغور من هنا يا يلا يا. ايه ده؟ بس ايه يا حاج ده؟ ايه اللي عرفك بالبودره والكلام الكلامي ده؟ لا ابوك كان شقي. اه ده ميشو من زمن الزمن، كنت قدك كده ايام ايام يا ميشو. اشتغلنا انا واصحابي ببودره التلج وبودره العفريت، سدد لنا مليونين وعملنا فلوس ملهاش عدد ولا حصر، لحد ما في 24 ساعه خربوا بيوتنا وفلسونا. ازاي يابا؟ دخلوا لنا بقى نزلوا الزيوت والكريمات وقعدنا احنا نولول زي الحريم. بس الحمد لله ربنا ايه ختم لنا بالحلال، وربنا يبارك لنا في ايه؟ في الخشب. في ايه؟ الخشب. يلا ننزل مغلق الخشب. يلا يابا. اسمع كلام ابوك ميشو، خليك واد فروي. الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس، ان الفلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ بالاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ للاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليه كبر يا ميشو. معلش افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. تعالى يا عم. تعالى. مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يبارك لك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا قاض؟ كله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك وما تبلش تاني. عامل ايه يا هارنوش؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامه اللي في وشك دي بقت درس وبطل الدق القديم. انا خدامك يا معلم، ما اقدرش. انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي ياض؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. فرش عامل معاك كام قطه؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ اه 100 100. انا اهم حاجه عندي الميزان والدقه في الميزان. يا رجاله لازم تفهموا ان سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المره الجايه عايزه 28، عايزين نكسب. ها؟ اه امرك يا معلم. يا ابويا انا كل يوم اتعلم منك حاجه جديده. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشه 30 40 قطه. لا انا عايز افهمك حاجه، الحنيه في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوه تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبه دي؟ انت يا معلم. تسلم الايادي، تسلم الايادي، نقصها 10 سم. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده، عايز اقول لك نصيحه،
افهمني بقى، ابوس ايدك ابوس ايدك، خليني افرح بيك. ها خليني افرح ايه؟ ياض عايز ادب ايدي، ايدي توجعني. ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى ياض، عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك، اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح بطل صرصر. ايوه انزل يا هاد، انزل يا خاين يا كلب. اقفل صرصر ابن دي، مرشد للحكومه وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على اللي رباك وجوز اخوانك. في يعني ايه يا بطل؟ ايوه كده ايوه حنام حنام حنام. ايه انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ حرمت عليك عيشتك يا خاين العيش المال. اللي يا عم وقسع خلاص، انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي شويه على النار، بس خلاص سماح، انا مش هقتله. اصيل يابا بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 كده 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 وي حنام حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه محدش فاهمه. انت قاعد يا زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في كاس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا يلا حنام حنام. يلا يلا يا خاين. أكتر حاجة أكرهها الخيانة، أكتر حاجة. الله نورك يا كباس. اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جاية بعد ساعة. ياض ياض ياض، عايز أمسك عظمة الله يخرب بيتك. اسمع كلام أبوك، أنت ياض اللي هتشيل كل حاجة من بعدي، والحاجة دي محزناني أوي. ياض اجمد بقى واسترجل. أهو يابا. تلات حاجات ما تقربش منهم في حياتك. تلات ايه؟ حاجات. اول حاجه ظابط المباحث. ظابط ايه؟ المباحث. تاني حاجه المرشد، لان المرشد بيقول لظابط المباحث. تالت حاجه البيتزا. البيتزا هي اللي عامله الرهرطه والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستاتيوس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستاتيوس على الفيسبوك. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستاتيوس؟ امال يابا. حطيت امك ولا لا؟ عشان بتزعل وتجيب. طبعا يابا. حط عمتك عنياد بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني وفي الستاتيوس بتاعك. كبرت ياض ياض، كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياض مش عارف اقفل ايدي عليك، الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري، يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبه اللي نفسي فيها؟ فيسبه؟ فانا بقى لي ساعه عمال اديك نصايح ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله وتقول لي فيسبه؟ الله يخرب بيتك. اطلع عاد من هنا. خلاص يا ما تدخلش معايا المخزن. خلاص يا فيسبه ابن الهايفه ده، ما تشتغل يا ورده. بنت يا ورده. ايوه ايوه يا حاج. ايوه ايوه يا حاج. امر سخني لي الكارع اللي فايت من العشاء. عينيا. قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه؟ ورق الطلاق. حلو قوي. بص بقى يا ورد، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا ورد. بقولك البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ خد صوتك خد صوتك. بقولك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا. بس اياك يطمر. مش هيطمر. اه لقيتها. هي ايه؟ ورق الطلاق. يا سليحه. يا اخوان اسمها المجنونه دي، حول ولا قوه الا بالله. بابي يا سيبابي حبيبي يا بابي. عايز ايه؟ في واحد بره. خلاص عايز اكل. في واحد
ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاعي مدحت ده عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدمني ويجي كده فجأة كأني كريمية ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الولد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. نظامه الجدع اللي واقف بره ده نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض، ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كابسه ساكت يا حاج. ايه؟ حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قدر يلفك. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش معاك. يلا اهلا وسهلا. لا ما تاخدنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 خاتو عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 نقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا 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 شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. اللحمه قطعي اللحمه. اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدأنا في الكار وقالوا لنا اللحظة بتيجي مرة واحدة. ربنا يستر. أهلا أهلا أهلا، كلمني عن أسرتك وعن نفسك. أنا رائد في مباحث المخدرات يا عم. يا حاج يا حاج يا حاج. معلش يا ابني، بس الأذن الوسطى بتخليني أرمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. أرجو إني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا أخي، ما قلنا لك في أي وقت. أهلا وسهلا بيتك خطوة عزيزة، كلمني عنك وعن أسرتك. إحنا عيلة لها باع كبير قوي في الداخلية. لها إيه؟ باع كبير قوي في الداخلية. أهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد أول وزير الداخلية. زهرات يا وردة. وعمي يبقى مدير أمن جيزاء. صوت يا وردة. و جدي اللي قبض على ريا وسكينة لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على افلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث امن الدولة. حق ايه؟ حق يلا يحرق الحق واللي قبل الحق في يوم واحد. ده ختمها لي ختمة وحشة لما المؤاخذة يا ابني. الاذن الوسطى بتخلينا اخرف. شديني يا حضرة الظابط. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها بسلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش، سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الظابط، امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه وجوهركم المكنونه. انت هتقول لي قصيده شعر؟ من هي ايلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استاذن يا عمي، نداء الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يعني؟ قوم. لقيتوه فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. معلش معلش، أصلها رقيقة أوي بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفش فرفش فرفش. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ أعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير أوي زي البق في البطانية، بس بشرفي أنا إيهم بقى بقى. ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. إيه رجع إيه في الليلة السودة دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في أمرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد إذنك. تفضل، ده يوم المنى إنك تشرفنا تاني. وصل ساعة الباشا ورد. يا باشمهندس. أيوه. اضطرت منك وأنت واقف على الباب بره. هي إيه دي؟ الدبورة اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري لي وفجاه.
بتشاوري له؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني؟ عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا لقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكون هبله يا بنت. صاحبه يا بابا بتهير امك ورحمه امك ما انت متجوزاها. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركه مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله تتجوزيه والله وتولنا على الكراسي وبقينا نزعق. لا تعالي بقى افهمك الصح، ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات امانه وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك يلا. انت شبهت لما تخص اوضتك انا مروقاها، اوعي تعكسي السرير تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغرف ده يا ام الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا اكل معاك كوارع؟ طبعا. انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. ايه؟ لهبل ابن لهبل ابو ريال اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حبيبي. بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود ضابط شرطه. يا اخوان يا اخوان اللي بتتعلم. الواحد مبقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. ده في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف جهازه ليه. بس هنعرف. هنعرف. بقول لك ايه يا عم الاسطى؟ ايوه معلم. الف مبروك يا سيدي. انا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمه ورده وفي معلمه اسمها ورده من غير ما نعرف. ورده مين يا ابني؟ معلمه ورده يا معلم. مين المعلمه ورده؟ خدامتك يا معلم. بنت ورده الخدامه اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعه اللي معاها مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. يبان عليه شماعه معتبره. يبان عليه شماعه وابوه شماعه وعيلته شماعات. حلو. البيت برضه وقعت واقفه شكلها. وهي فين المعلمه؟ منتخه فوق شويه. خليها منتخه مش شاكلين اصلا. تعال شمشاه. الله يخليك يا معلم. هاخد لك مارينا خش. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. المعلمه ورده والشماعه. اما نشوف. ما هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجاله تربيها. دستور. الله ده كلام صحيح بقى. انا قلت الواد السماعي بيخرف وقلت هطلع على ورده كده ولا ورده كده. ده طلعت البنت ورده الخدامه اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفره بعد ما كنت بتزغرطوا انت واهلك على الطبليه وستاير وقيمه. الله 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 الله. جري يا ورده منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا ورده؟ انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمه. والنبي طبعا. كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومه دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجاب لك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش. لازم اعرف جاب لك ايه يا ورده. دكانه وشقه. ورده 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 وحشتيني يا ورده. رياض اللي جابك البيت النبي اللي بيطلعك هنا. انزل على المغلق كلمتين مع الكلبه ديت واجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ لو انت مشمش انت ميشو البقف ابن البقف. انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين. دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ أنا شقيت عليكم وربيتكم بالحلال.
انت يا ميشو؟ ايوه يابا القلبي وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عيجل بكرش بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقط اللي قاعد قدامك. وطبعا اكيد حطيتها على الاستديوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عنايات عليه. لا ما تقلقش، خليته شالني من عليه، اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر، عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب. كسرتني اختك، كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى لما اجبسك. هيك 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 اقول فيها اقرب. هيك ايه؟ هوبا جالي الشلال الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ جالي الشلال الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيط يا ميشو. وايه اللي عبطك؟ يا ابني هديت ابوك يا ميشو، ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب، كله اللي شنبك يابا راحت عليك. ايه؟ مسك الشنب يا ميشو. ايه؟ ابا وصل وصل الالف وصل الالف وصل الالف وصل الالف وصل. ها منطقة كله دفع الإتاوة. فين أبو أحمد؟ فين أبو رامي؟ قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كده كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ اه. ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وشي كده أهو، شكلي نانسي. وريني كده؟ ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة أهله سودا. يلا بينا. يلا يلا سعيد. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا. ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحوض. كل شويه يعني لازم يتقطوا مستي عشان لا ما يم... وبص بص النبي بص النبي بص البشكير بص في نظري قد ايه؟ بس هو بشكير. انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسخ. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زفت. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا، انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. اعمل لك ايه؟ 100 مره ياما 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخة بطيخة. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفة زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني يا اما بقى، سيبيني اخلص الحارة من شره. هو بمفتري انا عملاق، صدقي بقى. حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلف ياك. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا
لا لا لا لا يا معلم تعبش نفسك، انا نزلك على طول بسرعه. حاضر حاضر يا معلم. اعمل ايه، حبكت معايا موت النهارده. هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق يما عملاق. دخلت مع عاطف. عاطف بيرجع، خلي حد يشده عشان لو فضل المدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليتاوا فين؟ سوري؟ ليتاوا 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 يا معلم. يعني المفروض بالعقل تاخدها من حد بيخش له على الاقل 7 جنيه في الاسبوع، لكن اقسم لك بالله انا وامي اللي قاعده جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني ايه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاتة. لا لا اعوذ بالله، ليه؟ انا مش حاتش حاجة، انا بقول لك ظروف يعني. انت عارف يا دي اللي بيحصل اوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيحصل اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا عارف يا معلم؟ بسمع طول الوقت انت والجماعة دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيرة. بس ايه رأيك؟ أكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه يا معلم؟ انت بتتوتر ليه فجأة معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف، فلت امور انت دي انا هعرف انا اول اخري. انت من بره ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحارة. ما اشوفش وشك هنا ايه؟ تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عني. حاضر. يا سلام يا عاطف. امشي. حمادة 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 يا ابني انت اصحى يا حمادة، اصحى اصحى يا حمادة. يا بني اسود اوعى تكون عفريت. ايوه عفريت. عايز مني ايه؟ انا بعون الله اللي اديت الهبه من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال. استنى استنى ما تفرطفليش. طيب وابن حلال ايه؟ انت تعالى بس تعالى، انت اديت الالف قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب طب انت جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم قديم قوي. طب اتوترتني شويه من نفسك. جرب يا اختي جن يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا عسل يا عسل. انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايزني اعمل ايه؟ بس اسمعني، حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هتخسر. يلا اتنطط يا ابني. بس 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 يا فيه ما دفعتش قطاوة ليه يا بص ياد في وشي كده. انا الهلف يا يا حارة بسد الهلف. الهلف امر مطاع. عليك مش فاكرني يا الف. اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير. معلش العتب على النظر. معلش دقق كده. مين؟ حماده. معلم حماده. طبعا طبعا المعلم حماده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوه قوي؟ انا طول عمري عملاق.
انتوا بس اللي مش مصدقين، انتوا وامي. احب فيك الاراده يا كبير، احب فيك الاراده، بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك. صبياني عامل لك ايه صبياني؟ ده انا هقطعهم لك، هبهدلهم لك، بس انا اطلب منك طلب صغنن صغنن جدا والله، مش هكتر يعني. نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه. حلوه نزلني دي، انا هنزلك، انا عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. 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 عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. روح قول لهم ان انا عملاق. عملاق يامه. روح لهم قول لهم ان انا عملاق. عملاق يامه. عملاق. 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 يا حمادة يا حمادة حبيبي حبيبي، وحشتيني. شفت انا بيت عامل ازاي؟ يا اختي فتى قلنا يا اختي فتى يا اختي جميلة بلا كل الناس، يا اختي جميلة شبه الاستاذ، يا اختي فتى حتى يا اختي فتى. اقف مكانك. اتفضل تؤمر بأي حاجة تاني سيادتك. يلا غور. حاضر. تعالى هنا. قبضت مرتبك الشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا هو تعالى هات ياض المرتب. اخلص. اه اه ياض ده فين بقيت فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادة. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خساره خساره وميت خساره. قالوا لي ان في قطر فرم اربع شباب، قلت يا ريت تكون انتوا، لكن للاسف باظت المره دي. خير يا بابا. ثانيه واحده. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفره دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا انا بكرهكم قد ايه، انتوا ولا حاجه بالنسبه لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني، بدل اقسم بالله هقربه. فهمني ولا مش فهمني؟ اياك تتطول تتكلم معايا بالطريقه دي تاني. انتوا زباله، انتوا اكثر شيء في حياتي جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا، وعارف ان دعوه الاب مستجابه، اقول الهي تمرض، الهي تتحوج، الهي ما تلاقوا اللقمه وتغوروا في 60 داهيه، الهي الجوع وتاكلوا زي القطط من الزباله. باذن الله جاتكم القرف. ايه المناظر دي؟ ايه الشيطان اللي انا مخلفه؟ انا ما اتعصتش يوم ما عملت لك سونار بكت الهبل امك حبلة فيك. الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجه خطر، ده شيطان نسقطه. حنيه الاب طبعا، قلت لا وشرفت حضرتك. اهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ تعمليش بقى ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي اخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. انت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفة العار دي؟ رزعوا. اطفحوا. ثانية واحدة، ثانية. سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب، مين قال لكم تطفحوا؟ مين؟ دافعين فلوس انتوا على الأكل ده؟ حد دفع تعريفة في السفرة دي؟ انتوا عالة عليا، انتوا شوية عاطلية وربنا رزقني بيهم. ادفعوا وعلى شرط، طول ما انتوا بتدفعوا تدعولي. يلا بالسم الهان. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش، شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردودة عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع.
يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعه بقى، الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه كاوتش. فاكرها سهله 300 جنيه؟ انا شايل لك 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في اي لحظه ابقى جاهز واتويك. كاوتش؟ لا كاوتش ارتم صوابعك يا بعيد. لا هتلبس الكاوتش تتشل فجاه في الملعب. انت بتنفض في مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجه؟ انت ليه مش مظبطنا؟ انت ابونا. انت ايه؟ انت ابونا. اسمعوا بابا انا. في قد اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك، ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوا ليه؟ هو هيضربني؟ انت هتضربني اهبل يا ابن الرقاصه؟ سادة عادل انت واد عادل، انا شاكك انت ابن حرام، انت مش ابني. العيال دي شاكك فيها كان انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبلة. اسكت. كفاية. لا مش كفاية، انا هطول معاك. في حاجة؟ تلم. بترفصلي؟ يا تافل يا بغيض يا اهبل يا ابن العبيطة. ده انا كان زماني موت. الله ده تدريات خلق يا خلاص يا بابا. ما مش عايز اتكلم معاه. ما تبطلش نفسك، انا هقتله. ايه البقرة اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجة بزورك. تلاقي تولعه وانا واقف فجأة كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول تعال وراي، تعال وراي. ما تكلم امك بقى، كمل لما نقف. يلا يلا يا عرق، يلا يا عج، يلا الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي، عايزكوا بقى حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض، عايزكوا اخوة احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ انت عمرك هتشوفت ابوك بيهيس؟ يلا يا مسايد. تعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك. افتكر لنا حاجة حلوة. اقول لكم حاجة حلوة. استنى ادم ما ارجع في الاشباب. شيلوا البزازات. يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. خلاص بلا مساخ، خلاص مش عايز مساخ. بلا هابي بيرث بلا زفت. يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك. جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورته دي خلاص، ما حدش يدوقها. حاضر. وهات لي ركيه النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا، انسوا ان انتوا عيال، لازم تبقوا ايد واحده. هات يا ركيه النار، طفي في النص. حطوا ايديكوا في النار، حطوا ايديكوا، عهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده. حط ايدك يا بهبي، حط ايدك، حط ايدك. بقول لك حط ايدك، حط ايدك، حط. صرخوا اكتر، صرخوا. جون سينا حبيبي. اجري غور في داهيه. يلا عايزكوا بقى توروني الشطاره، والشاطر فيه كله هيقضي على الباقي، هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدا. اضرب ياض، اضرب اضرب اضرب. كسر له الفقرات، كسر الفقرات. انا بحبك يا اخويا، بحبك يا اخويا. انت على رقبته، انت على رقبته. اضرب ياض. مفيش استسلام. اخلص. اشتغل يا ابني، اشتغل. بقول لك اتصرعاله، دمره، مش عايزه يمشي تاني. قول له سامحني يا اخويا. سامحني يا اخويا. ما تسامحوش يا عم. ايه رايك في ولادك؟ دول هيموتوا بعض. ب 60 دقيقة موتوا بعض.
وامهم اصلا ماتت وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حته كده قرتين على المريطيه، بس ايه بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح وقاعده ان شاء الله في البلكونه. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه؟ هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني، بس توأم نفس الشعر ونفس البرنيطه. ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو سيبك من الكلام الفاضي ده، ماتش ايه ونيله ايه؟ يا ابني كان بودي اذبحكم بايدي، بس حظكم حلو. اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاكم. ابكوا بس خلاص، انا جميعكم النهارده عشان امر هام. انا حاسس ان ايامي قربت واسطوره اندرتيكر خلاص هتنكسر. بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان، سر بس لازم اتكلم فيه خلاص مفيش وقت. لحسن اموت فجاه والسر اللي لا هيطلع وتورثوني. بابا هو احنا كمان مش هنورثك؟ مش هتورثوني. وتورثوني ليه؟ ده انت عبال ما تقول فين المراز بتاعه تكون الفلوس خلصت. لا اسكت يا هبل يا ابن الهبله، وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجه كل حاجه قدام عينيكم. يا عم سيد تعالى، عم سيد يلا عموك سيد، ولا عايز كل حاجه اقولها لك. ميكانيكي؟ انت ناوي على ايه يا حنون؟ انا ناوي ان الطريقه اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملا، مش عايز اضحك على حد. هتوه بصفتي ان انا محدش يتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندرتيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه. هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره، نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز؟ اكتب يا عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. الفيسبوك يا بابا اندر؟ يا بابا اندر على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي، اهرش في كوعي ومسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشرون، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدع عندي كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده، يلا ليته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة نادية دراي كلين اللي في شارع مصدق. بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. وانا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبله، امك كانت هبله لا بتعرف تغسل ولا تكوي، ونادية دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. نايل نايل. يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيره انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا اقول لك؟ لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال 20 مليون دولار حلال عليك ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري بيدق. شعري يا ولاد. بابا شعري. واخدني على فين؟ انتوا هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني، نهاياتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاضي؟ باتيستا يا بابا. وانت يا شيموس.
شيموس دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا ولدي اخيرا. بابا خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك. سليمون الزم حدودك بجزمتك الحمرة دي. انت جاي في مكتبي تهددني؟ انا سعد التالي، انت مين؟ صدقني مستر سعد، انا مش جاي اهددك ولا احزنون. زي ما بتقولوا ما على الرسول الا البلاغ، انا جاي وحامل اليك رسالة. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي السينيور زيك لابسلي باروكة؟ قلتلك 100 مرة دي مش باروكة، ده شعر الأصلي، وهو ده سبب قوة المافيا، قوتنا الحقيقية. إنك تفضل متخيل إن دي باروكة مع إنها شعر الأصلي. سينيور سليمون ولا لانشون أنت، أنا والسادة المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزة من سعد التالي إيه؟ أي نعم أنا رجل عمل مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتية الفظيعة اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه؟ مش عارف. انا كمان مش عارف، صدقني انا مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان انا مش طايقك، واني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك، اكن لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي نويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف حاجه زي كده. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكم في ايه؟ يعني هو انت لازم تحرجني؟ يا خلينا بنتكلم مع بعض، بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا المافيا يا عمو، وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفرد، اخبار صفاء ووفاء ايه؟ ايه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ انا قال يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده سعد بقى، مش هتعرف تفكر. تعال ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي. رفقي يا سعد بيه. شويه يا جماعه، انا قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. خير يا سعد بيه، ربنا يجيب العوائل السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا حاج. ركزوا معايا يا جماعه، مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعلفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه؟ انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء او وفاء، خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا؟ ايه ده يا سعد بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ أنا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا أخي. ممكن اتفضل. اتفضل. تعال أنت معايا، وأنتوا الاثنين خليكم في الشركة. كلم الراجل بتاع حواض السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش.
فاهمين؟ حاضر. يلا يا ابني. مع السلامة يا سعد بيه. مع السلامة يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروح للدكتور. إيه بنت وفاء؟ غور في داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء؟ 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 أنا سعد التالي، أنت مين؟ وقال لله يا سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك، وما قالكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. إحنا لقينا دي بعد الحدث. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء كانت ملفوفة فيها. كانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. ها يا صفاء، أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجرالنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. يو نو أنت واحد مازق. أنا مازق. تعالي تعالي هنا، تعالي تعالي يا أختي تعالي. إيه المسخرة اللي أنت لابساها في العزا دي؟ أنت جاي تعزف رقاصة؟ دي سمكة، ومش أي سمكة، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود الدونتيل ده؟ ايه مش بتاع العزا؟ لا سيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليكي لابساه. اهدي بقى اهدي. اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انا ناوي يا صفاء يا كرام. انا غالي علي يا صفاء يا كرام. غيريه لاختها، ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي يا عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. مش فيكي لوحدك، خلاص يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم. اشوفك. بقول الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مكدوبلي للاسماك. ونعم الرجال. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه يا ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت ارجوك. الكلام اللي قالته صفاء ده بقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟
وده الحاج كناني مندوب حلقه سمك. حاج مين؟ كناني. اهلا وسهلا. اضطر يعذب طباق بنفسه. شاكرين يا حاج ولحلقه السمك. ثانيه واحده. ثانيه. مين الاخ؟ اهلا. دي جايه ليه؟ تعذب. تعذب مين؟ تعذب صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره مش عايز ولا قطه تخش العزا. اتفضل بره. الجايه تعذب اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. استخص على القطه. ايه ده سعد بيه؟ ابو اخ شرفنا يا حاج. شرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا هنا. لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو. متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه داني اللي اصطادها. انت اللي اصطادها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي. اطلعوا بره مش عايز قرف. ايه ده؟ المواد الابيحه ديت والزفره دي اذا كان في اباحه ولا زفاره فيهمنك انت. لا مش حاسس على العيال دي. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ العيال دي خد وامشي. خد وامشي. خد وامشي من هنا. خدوا يا حاج مجدي بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع يا حبيبتي يا بابا. يا غالي علينا يا طبعا. زهقتيني بقى. زهقتيني بقى. اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. يلا بره خد الولادي بره. تعالي هنا. انت خرجتي امتى؟ يا طبعا. يا العظيم يا رب. يا لهوي يا لهوي. يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل. يلا. اصيل يا سعد بيه. ما تخرجنيش بايدي فاضية ابدا. سلام. ايدي يا مدام. خدها بدل ما اطلعها. يلا. طباقة تغلي علينا كلنا. اتفضل. الولية ماشية ازاي في العزة؟ بتستفزني. بتستفزني. نور يا حاج. واحد الله واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم فرد فرد كل صيادينها رجالة. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء. يا بدردر يا بدردر يا جميل. صباح الفل يا جميل. بدريه بدريه. الله مش هتحني على تيفه حبيبك يا بدريه. حبيبك هيكم. لا ده كده كتير يا بدريه. بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري بص نفسك في المرايه وشايف منظرك بقى عامل ازاي. ماله منظري وماله يا اختي؟ منظاري دوت من اهمالك. انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا واشمها. بحبك يا بدريه بحبك. يا توفيق ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل ده كل الناس عارفه انك انت مدمن. يا مدمن. ما تقوليش كده. انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط. الكلام ده في الكوسه في الطماطم. الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدريه. لا مدمن مدمن فول حراتي وكل الناس عارفه واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر. يا بدريه يا شيتا يا شيتا وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمد ربنا على النعمه واسحي لنفسك يا بدريه. اسحي وفوقي. ها وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حراتي كنت بضرب حرنكش وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها. يا بدريه مش ليه ينفذوها يا اخويا ينفذوها. انت بتذلني يا راجل بتذلني باللي انت معيشني فيه. نهار اسود. انزل انزل لي كده اشتغل. انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا بدريه انا مش وزه. انت عارفه ان انا اسد ومش اي اسد. انا عصب. انا عصب يا بدريه. انا عصب يا بدريه. عصب. ايه ده ايه ده؟ الحقيني فلاه يا بدريه. الحقيني فلاه. يلا يا بتاع الحبايه. لا الفلاه فيها 3 حبايات. هاتي واحده بس يا بدريه. هاتي واحده ابوس ايدك. طب اقول لك قولي لي فول حراتي في ودني. قولي لي في ودني فول حراتي. قولي فول حراتي فول حراتي فول حراتي. ربنا يخليك ليا يا بدر. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس اداره المؤسسه
إننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسة بجانب نشاط التجارة في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج أحمد، قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم قوم. كل لحمة ومشاريع من ورايا، أنا الكبير هنا وأنا اللي هي الكلمة العليا. يا أهلا وسهلا يا حاج، يا خطوة عزيزة. إيه خطوة عزيزة دي؟ جايلك من بورسعيد أنا ولا ضيف أنا في المؤسسة يا حاج أحمد؟ أنت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا أنا متزرزر ولا مش متزرزر، واتكلم معايا يا عادل، أنا أخوك الكبير، ما تنفيش ليش كتافك يا محمد، أنا بقول أهو. طب لو سمحتوا يا جماعة سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد إذنكم. ثانية واحدة اقعدوا، أنا اللي أقولها، لو سمحتوا يا جماعة سيبونا شوية لوحدنا. أيوة كده أيوة كده أيوة كده. جرى إيه يا حاج؟ هي بدرية فاعتنا زر من بتوعها ولا إيه؟ جرى يا حاج أحمد، ببقى اسمها الست بدرية، دي مراتي وتتكلم عليها باحترام، ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضو يا حاج؟ ولا بطال، واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجه ولا مالكش؟ انا المشاريع دي كلها هلغيها. ايه راي الساده الحاضرين؟ مين ايه؟ الناس كلها خرجت يا حاج توفيق. برضو يردوا عليا يا حاج احمد. هدي انت بس اعصابك كده، وانا جايب لك حاجه زي الفل اورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز اختك يا حاج. جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي فول حراتي فول حراتي. ماشي ماشي، من النهارده كل اللي في المؤسسه انا اللي هديره. خلاص يلا وحيد القرن، عايزك في كلمتين. إيه يلا بيه. يلا يا حاج. انت مزعلني يا محمد، وبتنفش لي كتافك وبتصغرني. الله الله الله، اهدى يا حاج. ايه هو عم ما اهداش؟ انا اخوك وربنا كله وابنك يا محمد. خلاص يا حاج، هدي نفسك، ما يستاهلش. خلاص يا حاج، انت بتاخد البنيه من غير رد فعل. خلاص واثق في نفسك قوي، بديله بالبوكس وبيزل دماغه. ماشي مؤاخذه يا حاج، كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. هو انا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج. اكتبت كده يا حاج، هضربكوا كلكم. انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ما ده بيفور لي. معلش ده دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج، اخوك الصغير. معلش اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ اه يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج، انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده، دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اه ايه، اضحك عليا اضحك عليا. اتفضل يا حاج اتفضل. ماشي 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 ماشي، بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه. انت سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج. حلوة حلوة السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ أعوذ بالله يا حاج، ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج. ألف مبروك. بقول لك ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج انت كده تقلت قوي يا حاج، ما انت لسه واخد جوه يا حاج. اعمل ايه؟ طب خلاص ما يطارت، ما انتوا عصبتوني في الاجتماع. بس انا معايا حاجة تانية يا حاج، ما عرفش تنفعك ولا لا. ما معاك ايه؟ شوية حشيش كده، حشائش. لا 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 لا، ده بيتعبني. التاني في مدغ، انت مش فاهمك انت في الفول الحراتي. بقول لك ايه، وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح، كنت شحات ومش لاقي تاكل، ونضفناك ودخلناك العيله، فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كاكالاكس. اه يا حاج اهو، ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كاكالاكس. فيها شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس. بس ايه يا حاج؟ اعوذ بالله. ما علينا، انا عايزك في حاجتين مهمين، وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه
انت تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك؟ لا يا حاج، من غير ما نستورده احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفول كمان. طب الحاجه التانية دي فيها كلاكس. براحتك يا حاج، اهو كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج؟ انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكلاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هدبحك. انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركاتنا دي نقله نوعيه. امر يا حاج. يعني ايه نقله نوعيه يا حاج؟ ما انت جاهل واحنا دخلناك عيلتنا. نقله نوعيه لشركاتنا، وكتبت كل دراسه الجدوى ومفيش مخلوق اراها. امسك، شاف علبه الكبريت دي؟ دي علبه كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبه دي. في العلبه دي. وماله؟ اوعى اوعى تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مره. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربيه بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معاكش فولايه كده ولا كده يا حاج؟ انت خدت كتير قوي النهارده، كده مش هينفع. طب شوف لي حبه ترمس اهدى بيهم شويه. لا يا حاج مفيش. انت بتاكل على الله، انت رخم قوي. وقعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج. انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين يا تخين افشله. سلام يا حاج. يا تخين افشله، يا تخين افشله اللي جوزناك اختي في 60 داهيه. علبه الكبريت فين؟ علبه الكبريت فين؟ خد الواد التخين ومشي وسابني. هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايب عربيه بكلاكس كله هيتعب. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدريان على الهواء على قناة السنابل الزراعية، عشان تبقي تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم، هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فولايتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي. فول حراتي. حلوة. فول حراتي. كده اوفر دوز. اتعب يا حاج، اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، ان كل واحد يسلم ملابسه الداخلية ياخد جلبية. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كم من. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعه القهوه، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. متشكرين ان شاء الله. لو في وقت برنامجي التقي بيكم تاني. بس اتعب ادريه. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيق. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرايد. انا مش فايق لك يا بدريه. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراج. انبسطتي؟ نار السود ومنيل يا اخي، حرام عليك. هو ازاي يا راجل؟ جبله؟ انت جبله؟ انت جبله؟ يا توفيق
ده في ناس عايزه فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدريه، كله راح يا بدريه. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده بدريه، راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا ما دي فلوس يا بدريه، بس دوري على حاجه مليان. مفيش يا بدريه. يا نهار اسود، الهي يا راجل تخسر ما تربح، الهي ما تلاقيش ولا حبايه فول واحده. يا رب وريني في يوم، الهي يا رب يحوجه. كفايه زي ما حوجه. كفايه يا رب يحوجه زي ما حوجه. كفايه ولا الهي ولا حبايه فول. نهار اسود. ايه يا ليجا، حط ولا ايه؟ مش عارف ايه المصيبه دي مصيبه ولا ايه؟ سامعني؟ اتقرصت؟ اخرصت؟ طب اعمل لك ايه؟ هنا فلوسك. ايه اقول لك؟ اهو ايه فول حريتي فول حريتي. اعمل ايه؟ انت اتشليت والله حاجه. فول حريتي فول. اعمل لك سامع؟ شايله لك واحده اهي كلها خلاص. ما بيعملش حاجه. انت مت. طب ايه دي عليا وعلى السيد محتمي. اصحى يا باروخ اصحى. انت ازفت يا اللي اسمك باروخ، ما تصحى. عايز اقول لك كلمتين. الصباح اللي زي الزفت ده، يا ساتر يا امي، انت ما بتناميش؟ ايه ده، البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش؟ كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى. ده القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت. عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكله عشان ربنا يحفظ الرحله، كلهم رشحوكي. عاوزه مني ايه؟ مش عايزه منك اي حاجه، تفك التكشيره اللي على وشك دي تجيب الفقر. طب قول لي صباح الخير يا ماما. يا ماما، هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين؟ انا بقوم من النوم كل الام يا امي. كل الام. حاسب تعبان. ايه اللي تعبك بس؟ ما تقول لي وانا اريحك. فروه شعر الخشنه يا امي، كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمه اربطها في الحديده دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفرده دي، ولا عزاني اروح لمزين وادفع لي ثلاثه ساخ. مزين وثلاثه ساخ؟ ايه التبذير ده؟ خلاص يبقى ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. ده كتير خالص. اجيب لك منين انا الثلاثه ساخ؟ انت على قلبك قد كده فلوس؟ لا ما فيش معايا حاجه خالص. لما المركب هتغرق هيفتشوكي يلاقوكي كذابه ومعاكي فلوس. طلعي بقى. انا غلطانه ان انا سمعت كلامك وانت مش حططني وراك كده، وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفه. خلاص مش عاجبك القفه، اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطه جلد. لا انا ما ادفعش فلوس. طب 4 جنيه. ولا 4 جنيه. خلاص يبقى تسكتي خالص. اديني ساكته خالص اهو. وبعدين فين هدومك دي؟ وانت عيلتك حاجه؟ هي الجلابيه وشورت البحر والقبعه المعفنه دي يا ماما. لكن كل الالام والغربه في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن، ارض الميعاد. هي فين ارض الميعاد دي؟ مش عارف، بس هم قالوا ان في ارض ميعاد، كل شويه ارض الميعاد ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض، ملخبطنا. بس هنوصل لارض الميعاد. يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد؟ لا. والمركب كده ماشيه بين حلواني. هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهايه الاسبوع يفهمونا كل حاجه، ما تقلقيش. بس انت طلعي شويه، فكيها بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي. يخبتك يا ام باروخ، يخبتك في ابنك الكبير، بيعك اللي قدامك واللي وراكي، بيتك وسيغتك، وفي الاخر يقول مش عارف احنا رايحين فين. لسه بتقولي بيتك؟ البيت ده احنا الاثنين شركة فيه وانت سرقتيني وخدت نصيبي. برضه بتجيب لي سيره الفلوس؟ قلت لك سيره الفلوس دي بتنرفزني. ان شاء الله تجيبني سيرتها. ان شاء الله هتموتي وهاخد حق ان شاء الله. لا مش هموت ومش هتاخد حق. يبقى نتفق من دلوقتي، اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها. اوكي. وبالنسبه يا امي لموضوع الارض، انا كلمت مجموعه سماسرة شافوا لي حته ارض حلوه قوي بتبص على ميدان جهينه، تحفه، ممكن نصورها ونعملها ارض الميعاد، قريبه جدا من المحور، بس الناس عايزين 12 جنيه. مش هدفع. طب 10 جنيه؟ كتير. ارض الميعاد؟ لا ماليش دعوه. مش تيجي معانا ارض الميعاد؟ لا هقعد في بولاق.
تقعدي فوق يعني انت عامله الهيصه دي وراكبه مركب ومش شحطاته ومش هتيجي ارض الميعاد يا بخيله عشان بخلك؟ براحتك براحتك انا زهقت خلاص. ايه ده؟ مش تفتح؟ قلب اتخطف يا باروخ. صباح الخير يا ماما. شالوم. شالوم؟ هيجي منين الشالوم وانت وساره ومزراحي ورا ابني؟ يا غبي يا غبي يا غبي، كلكوا عارفين ان ماما بتكرهكوا وهي طوب الارض بيكرهها، وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفه، ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا باروخ؟ عداك العيب يا ضيا ليشع. بكرتوف يا باروخ. بكرتوف. تشربوا حاجه؟ تسلم يا ابو الكرم. انا سارق من امي 3 ساخ. ها طب اقول لكم ايه، انا معايا كنزايه سايبها عشان لو امي جات لها كومه السكر الحقها بيها. تشربوها؟ اه نشربها يا سيدي. مش عاوزين مش عاوزين. اسمع، احنا هنكلمك في حاجه مهمه يا باروخ. طب ما تقول لي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعه، انا موافق اعمل معاكم اي حاجه، بس على شرط بعد القعده دي تروحوا كلكم تعملوا لحمين، انا هرجع بصراحه. اسمعنا كويس يا باروخ، احنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. انت هتشتغل في المخابرات الاسرائيليه. بس هتاخد فلوس كتير ياما. قشطه قشطه، دمي هتفرح قوي. طب يلا بينا. على فين يا باروخ؟ روح للظابط اللي هيدخلني في المخابرات. وتروح له ليه يا بابا؟ ما هو قدامك اهو. انت لا، انا عايز ارمي نفسي في الدنيا. تعالى هنا يا باروخ. اصل المفاجاه مفاجاه. بتتكلم بجد؟ انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو، وانت عندك 3 سنين. من وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. اه انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده، وامي بتقول له ده بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى ريح فيه. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك، علشان يتأكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين، دولة إسرائيل. طب ما تسيبوني أرمي نفسي فيها. إيه؟ تعالى يا بيه. أنت بتقولي كلام ليه؟ كلم عادي. ده البت دي مخابرات، البت دي مخابرات. أنا هرمي. لا 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 لا، مش دلوقتي، مش هرمي نفسي أما أتأكد منها. خلاص، ما كل الناس بقت مخابرات يعني. أنتوا فاجئتوني، في حد تاني ولا أنتوا آخر ناس ولا إيه الموضوع؟ أوامرك أدون ليشع. يا نهار أسود، دومي بقت عمي. دي مش الماما يا باروخ. أمال دي مين؟ المستاذ الإسرائيلي بيني وبين. خلص على الماما من زمان. خلص على الماما من زمان؟ انتي ماما؟ ايام براكتا شيمون شارو نتنياهو، قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري معلش أنا آسف، يعني حضرتك راجل دكر يعني؟ أيوة. طب مين كان بيردعني وأنا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي. إزاي؟ لو ردعت من حضرتك مع إني مش عارف كانت هتبقى إزاي دي؟ على الأقل صوتي كان تخن. أنت عارف إنه عنا أكثر الأجهزة الأمنية تقدما في العالم في التمويه والخداع والتنكر. إحنا عايزين نزرعك نغرسك في مصر. احنا عايزينك تراقب واحد زي زلو علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ سوري انا نسيت مكان البحر. هو بقى في، انا مش مظبوط، انا حاسس اني بحلم. حاضر يا فندم، انا جندي مجند تحت امر حضرتك. مين الراجل عايزين تراقبوه؟ صميغ الاسكندراني. مين صميغ الاسكندراني ده؟ المطرب يا باروخ. يا نهار اسوح، سمير الاسكندراني بتاع يا شؤام الداري داري الدموع داري، هو ده؟ ايوه سمير الاسكندراني داري العيون داري، عميل المخابرات المصريه. طب انتوا عايزين تراقبوه ليه يا فندم؟ هتديكوا له شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. ننتج له ده ايه يا باروخ؟
بنقول لك راجل مهم في المخابرات المصريه من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. انا رايح فين؟ لا انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 لا, لا. بقى, 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 بقى هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان مالوش امان يا عيني. هو ده هو ده بروخ بخبيخه. انت بطل. تحت امرك تحت امرك يا ماما. قصدي يا سياده الباشا. انا اسف. احنا ما بنهزرش يا بروخ. ولا انا بس من حقي اتلخبط. من حقي. ما تقلقش اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا بروخ. يلا يا بطل. اسرائيل محتاجاك واسرائيل وراك. حاضر ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ بطل وانا بنزل البحر. وربنا ننزل البحر. رايح فين يا بروخ؟ مين اللي قال ان الزمان ملوش امان يا عيل؟ دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يا عيل. يا شوق يا مداري داري الدموع داري. يا شوق يا مداري داري الدموع داري. عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان. نرتاح من تولعلي. مين ماما؟ الباشا عم المخابرات الاسرائيليه. وطي صوتك. حاضر حاضر. ادينا ارتاح. انا اصلا بحب حضرتك. انت قدوتي. انت قدوتي في الموساد الاسرائيلي. بس أوكي. شد حيلك احنا وراك. انا ليه الشرف يا فندم ساعتك تكون ورايا وان شاء الله شرف ساعتك في المخابرات الاسرائيليه. اوكي اوكي. طب السلام عليكم. السلام عليكم. جتك نيله هتودينا في داهيه. كل يوم اعمل كده ولا حد بيسجل لي ولا حد بيصورني ولا حد حاسس بيا اصلا. الحاجه الوحيده اللي معلمانيش ان انا افتح البتاع دي. تيت تيت العميل. تيت تيت العميل يتكلم. الساعة 12 وربع. واحدة ست تخينة جدا كانت ماسكة في ايديها عيل صغير ارخم عيل شفته في حياتي. كانت مودياه الحمام وفي ايديها تلات مناديل ورقية ومعاها بوك كانت حاطة فيه 65 قرش كانت هتدفعهم تاني يوم للجمعية للمحسن اللي في الشارع اللي وراها. شفتوا دقة المعلومات؟ شفتوا العميل بتاعكم وبتدفعوا لي 40 شيكل في الشهر ما بيكفوش كريم لشعري؟ زودوها شويه. في ناس بتاخد ميات ما بيهببوش حاجه. تيت
توت توت العميل توت توت العميل يتكلم. الساعة 11 إلى 5 الأستاذ سمير الإسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وصرح بيه السكسوكة بتاعته. الناحية الشمال الضيقة بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسورة، الناحية اليمين كانت سليمة بنسبة 100%. شفتوا دقة معلومات العميل؟ زودوها 40 شيكل ما يأكلوش عيش، مش عارف أجيب كريم لشعري، وفي ناس بتاخد ميات وما بتهببش حاجة. توت توت تات تات العميل تات تات العميل يتكلم. أول امبارح التلفزيون المصري زاع النشر 9 3 مرات وما جابوش سيرة إسرائيل في ولا واحدة، وأنا شايف إن ده تمويه بيحسسوكوا إن أنتوا مش في دماغهم وبعد كده ياكلوكوا علقة موت. شفتوا دقة المعلومات للعميل بتاعكوا؟ بتدفعوا 40 شكل في الشهر، فكوها شوية. تات هوف هوف سيخ هوف هوف سيخ العميل يتكلم. الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتابلي الطبال ووسطوني بينهم. العنتابلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص. وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياش بتاعت الميكروباص بايظه ودي خطر على الترومبه. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه نزهق. هو ايه اللي توت وتات يا باروخ؟ ايه يا باروخ اللي انت بتعمله دوت يا باروخ؟ مش انتوا اللي قلتولي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقه؟ اعمل ايه تاني؟ دقه ايه؟ ماشي ورا الست التخينه وتقول لي دقه؟ ما انا لازم امشي وراها. طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينه. ايوه وانا المناديل الورقيه. وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا رايح فين؟ ايه بروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجنداني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا بروخ، يا بروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقارير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تفدوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا بروخ. يعني هم ياكلوا عيش وانا اكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف. خلاص عمليه بروخ انتهت، باروخ ركب الصاروخ. باروخ انا عامل لك مفاجئ. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا اتفضل يا حظاظ. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضره الضابط، البهوات هم اللي مجنديني. احب اعرفك بالابطال، الابطال من المخابرات المصريه. العقيد يوسف شعبان، الرائد ناديه الجندي. والمطلوب؟ تتفضل معانا على البوكس. على فكره يا حضره الضابط، احنا ممكن نحلها ودي وابقى عميل مزدوج واشتغل معاكم، بس هتدوني كام؟ هندي لك 100 قفا. ما في ناس بتاخد 200 قفا وما بتعملش اي حاجه، فكوها بقى. هي ناقصه فشل جرجره على البوكس. فرصه سعيده يا حبيبي. اتفضل. فرصه سعيده. اتفضل يا اخوي. اوكي مساء الخير يا عم احمد. يلا يا عاطف بسرعه شويه. حاضر.